السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله، رمضان كريم عليكم، رمضان الصحة، رمضان العافية. اللهم يا ربي هذا رمضان الأمن والأمان على بلدنا. اليوم جايكم بقصة نسوالف السحرة والدجالين اللي يضحكون على الناس. أكو موظف يدام بدائرة حكومية، هذا الموظف المدير ما تشادي وياه يعاني من يمه، شي يسوي؟ يوم من الأيام فكر يروح لأحد السحرة الدجالين. راح السحار قال له المدير ما تشادي وياي ومتعبني، قال له أقدر أخلي المدير محبس بيدك وأنت تصير المدير بداله. قال له شلون؟ قال له شغلة بسيطة، أنطيك شيء ترشه بالمكتب مال المدير، هذا وراها المدير راح يقوم هو يتوسل بيك، يقول لك حتى لا تداوم. قال له لا أنا إذا داوم لأن الموضوع ما تبي استفادة بالدوام وتفاصيل. قال له صار تتدلل. المهم انطابطل بمادة، المادة مال السحارين والكذابين. ايش قد الحساب؟ قال له الحساب 600,000 دينار. قال له صار هاي 600. اجى هذا جاب المادة رشاها بغرفة المدير، داير مدار الغرفة. ليش مو المدير هستوى طالع من الغرفة مالته جاي يروح يتجه للوزارة للبيت. المهم بالصدفة المدير ما عرف شو يناسي، رجع لقى الموظف مالته جاي يرش له مادة بالغرفة. قال له انت جاي تسوي؟ جاي تسوي لي سحر. المدير رفع طلب وفصل الموظف اللي يداوم يمه، وهذا الموظف خسر وظيفته بسبب هذا التفكير مال جهله يروح للروحانيين والسحاره اللي يضحكون على الناس. كل شيء ما سوالك السحر انت انفصلت وخسرت وظيفتك. لازم اليوم نصحى كافي، لازم اليوم ننتبه من ذول السحره والكذابين. هسه خلينا نروح للزميله ايناس الصافي والسحار ابو قصبه والسحاره الكل الناس تعرفها ام عباس. اليوم الضيف كلش مهم، المطرب الريفي عبود العبودي، خليكم ويانا. يا مساء المحبة والعافية والجمال على عيون مشاهدينا مشاهدي قناة زاغروس الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج كشف المستور. ضيوف حلقتنا لهذا اليوم جدا رائعين، نرحب بيهم. المطرب الرائع عبود العبودي، اهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. وينضم الينا الساحر الروحاني ابو قصبه والساحره ام عباس. طبعا اليوم راح نحكي بحلقتنا لهذا اليوم نكشف المستور عن امور وقضايا اثرت واضرت بالمجتمع بالسحر والشعوذه. دقيقه ست بلا زحمه. نعم. احنا لا سحاره ولا مشعوذين، هذا الكلام عيب. سحر وشعوذه هاي الاسماء المتداوله حاليا اللي تذكر يعني عندكم ست. احنا نعالج السحر ست لا تجيبونا باللقاءات تهينون بينا. بالعكس قولي المفروض تقولين اليوم انا عندي ضيف من بعد سنوات ما يطلع لقاءات، العالم الروحاني ابو قصبه. يعني حضرتك تريد تقول العالم، نقول عنك العالم الروحاني؟ العالم الروحاني ابو قصبه. انا عالجه للسحر يعني حضرتك مسحارة. يعني معالجه روحانيه؟ اي معالجه روحانيه ست، انا ما لي شغل بيها، تقدميني العالم الروحاني ابو قصبه، غير هذا الكلام انا اطلع واروح. استاذ عيني العفو شيخنا تفضل، حنغير الاسماء. استاذ محمد بس من رخصتك ممكن نعيد؟ الشيخ الروحاني هنا اعترض على الاسماء المذكوره، فاحنا نريد نرجع نعيد حتى اغير الاسماء. مو مشكله احنا نعتذر من سماحه الشيخ، نعتذر من الحاج عباس مثل ما يحبون. شنو الصفات اللي يحبون ينزلون بيها؟ بالضبط. ترجعين تعيدين بس تبدلين هاي الصفات. تمام استاذ. مثل ما بلغوك. ماشي تمام. بلا زحمه، العالم الروحاني ابو قصبه. تمام. المعالج الروحاني. يلا ستاند باي شباب. 3 2 1 أكشن. مساء الخير ومساء العافية ومساء المحبة على عيون مشاهدينا مشاهدي قناة زاغروس الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج كشف المستور. ضيوف حلقتنا رائعين لهذا اليوم، نرحب ضيف حلقتنا لهذا اليوم المطرب الرائع عبود العبودي. أهلا وسهلا نورتنا يا وردة. يخليك يا رب. وينضم إلينا بنفس الحلقة المعالج الروحاني
العالم ابو قصبه والمعالجه الروحانيه ام عباس. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا نورتونا. استاذنا ومطربنا الرائع. الله يخليك. شنو رايك بموضوع المعالجه الروحانيه وهذه الامور؟ الستينات يعني انا شو ما قانع بها. من اي ناحيه انه انت ما قانع يعني بها؟ مثلا هسه واحد يجيبونه مخبل يعني الشيخ يقدر يعدله؟ يعني انت هذا رايك بهم بصوره عامه او انه اكو كذا شخص انه انت ما مقتنع به؟ والله ما ادري. ابو عطبه اقول ابو قصبه ما ادري. ابو قصبه ها ابو قصبه اي ابو عطبه لا ابو قصبه اي فما انا ما اقنع بها هاي شيخنا ما اقنع. يعني ولا انت في يوم من الايام رايح المعالج روحاني او رايح المعالجه روحانيه؟ ما عندي اقناع بهم. ما عندي اقناع بهم. خلي برهلي. شنو رايك شيخنا؟ بالبدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم. ان شاء الله اليوم نقدر نخدم الناس من خلال هذا اللقاء ويستفادون من التجربات اللي راح نطرحها للجمهور. بالنسبه للاخ هو حضرته مدرب شنو يعني ما اعرفه شاعر؟ لا هو مطرب. مطرب ريفي. مطرب مطرب نعم. على راسي مطرب ريفي هو بالضبط. هو اليوم يقول أنا ما أثق بالروحانيين، مو هذا كلامه لو أنا خطأان؟ لا بالضبط هذا اللي قاله. أنا اليوم ما جاي أقيم نفسي بهاي الحلقة ولا جاي أقول أنا كذا أنا كذا. أبو قصبة الكل تعرفه عنده 15 فاتح 15 مكتب بالعراق بعموم العراق بكافة المحافظات بكل مكان عندي مكتب يراجعوني عالم هواية. أرجع المطلقة المبيوق فلوس أرجعها، الفنان اسوي مشهور، السياسي اللي يريد منصب اعطيه منصب، الكل تعرف من هو ابو قصبه. يعني اكو مطربين اجوا وراجعوك انه يردون يشتهرون ويصيرون نجوميه عاليه؟ يصيرون نجوميه، يمكن هو الاخ مراجعني يمكن قبل انا سامع به عبود عبودي. يعني انت عندك مكتب هنا؟ طبعا عندي مكتب موجود، عندي بالكرخ وبالرصافه، واكو عالم هواي تراجعني. ومطربين اجوك مطربين هواي ما معروفين انا سويتهم نجوم. يمكن تعرفين انت انا قلت لك ما اقدر اطلع لقاء، قلت لي ليش؟ قلت لك اني الدقيقه مالتي هي بفلوس، يعني اكو مراجعين عندي وعندي عالم، يعني شنو ذنب هاي العالم اذا اختفي ساعه واحده عنهم؟ انا حتى سفر ما اقدر اسافر. انت اليوم تقول انا ما اثق بالروحاني، يعني انا مو سحاره وكذاب، انا معالج روحاني. أنا عالج العالم، اللي عنده جني، اللي عنده تابعة، المريض، أنا الدكاترة داخل بي، حتى الدكاترة يراجعوني. العالم الروحاني أبو قصبة. زين هسه هو حضرته ما مقتنع بيك، يعني أنت شلون يعني تقدر توحيله أنه هو أنت موجود هاي الأمور؟ يعني 8 أشهر ما حد قلبني ولا حد خابرني وما أدري شلون، يعني أنت هسه سوي لك إشارة؟ انت مسوي رزق بيدك لو بيد الله. انت مسوي لك تابعه ورزقك كله واقف، ما عندك اي رزق. تتصور هسه انت شايف جيبك 50,000. على كيفك على كيفك ابو قصبه، ترى حكيت هواي. اعطيني مجال بابا شوي، اعطينا مجال هم خلينا نحكي ويا العالم. طيب انت من حضرتها هاي انا جايبيها؟ هنايا الروحانيه ام عباس. هواي حكيت انا عبالي ما اعرف هواي كذب عبالي ملاية جايبين وياي ما اعرف. العموم انا هم مرتين اريد احكي هذا هذا مال كذبت، هذا مو هذا مو اسلوب نحكيه نطلع احنا بلقاء نقول كذبت، عيب عيب هذا الكلام، هاي مفردات ما تليق بينا، نضحك علينا الناس. خلينا نحكي ويا الرجال. انت هسه شايب جيبك 50,000 لان رزقك واقف، عندك تابعه، رزقك واقف، عندك مشاكل بحياتك، صح لو لا؟ محتمل. شنو اسمك؟ اسمك الفني عبود؟ طعيس. طعيس شنو؟ هذا اللقب الفني طعيس. اقول لك احنا ترى ما جاني الشاقه ست شنو؟ لا اعطي اسمك اللي صحيح حتى يبرهن لك انه فعلا عبود. نعم. شو اسم ابوك؟ العبودي. العبودي اللقب مالي. شوف اني الانسان اشوفه بداخل هاي القصبه، شوف بالقصبه داخل هاي القصبه شوف الشبيب ما بيه الانسان. عبود حياتك كلها تعب ومشاكل ومأساة. عبود من وقت تتزوجها على مرتك عبود؟ ليش مو مرتك؟ انا تزوج فوق مرتي وصارها 20 سنه وياك مرتك عبود. خاف لين كاميرا ردت خاف. والله شو اقول لك عبود، عندك واحد من ولدك مسوي عمليه ها شنو؟ يمكن
يمكن اسمعي يمكن اسمعوا الجمهور دا اثبت له سوى عمليه واحد من ولدك انا اكو عندك ولد مسوى عمليه او لا صحيح مسوى عمليه ابنك الصغير مسوى حادث قبل ما ادري كنت قبل شهر قدامك ابو قصبه العالم الروحاني لا تقول ايش ما ادريك انت بس قول اي لو لا هسه الجن كله حاضر هنا الجن كله حاضر دار مدارك وخانقيك هيك واقفين عليك انت فعلا ابنك سوى حادث صحيح ابنك مسوى حادث اسمعي ثاني اجابه صحيحه عبود بطنك دائما تنتفخ ليش؟ لا بهاي كذبت لا تقول كذبت اي لو لا لا بهاي كذبت عبود عينك اليسرى ليش ترف دائما؟ شلون؟ عينك اليسرى دائما ترف عينك اليسرى لا هذه يقول لك اذا ترف يعني تمطر الدنيا لو مثلا جايتك فلوس قبل فتره؟ ها؟ جايتك فلوس؟ لا اكو ملحن يطلبك فلوس تطيه اياه حرام عليك يا اخي هذا مات من هو؟ ملحن تعرفه؟ مات شو اسوي له؟ مات اي عبود تريد تصير نجم؟ طبعا اريد اصير نجم تجي يمي وانت سويني نجم؟ ورا الحلقه تجي يمي اسويك نجم عبود والله قادر الرب اذا انت ابو 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 عطبه لا تقول انت نزل اصبعك نزل اصبعك عبود أه؟ نزل اصبعك لا تقول انت عبود لا شو اقول؟ راح تجيك فلوس عقب باكر دفترين وقول قال ابو قصبه انتهى الموضوع عم اذا جتني دفترين نفس لك ونصي لي انتهى الموضوع بعد كافي اخذت له خيره وشفتيه شنو رايك يا عباس؟ والله ما ادري ما دفترين. انا ما اثق بهيجي والله ما يعني حكي ما اعرف متناقض كله حكي مو صحيح بنتي هاي هاي اول انا ما اعرف يعني حكي بس ما اعرف انت اقتنعت بحكي؟ نص ونص بنتي انت ام ام قصبه؟ لا انا ام عباس لا هي ام عباس ام عباس انا ام عباس بنتي. يعني اتهمنا في الشغلات بس انا راح استخار لك يعني تعرف شو خلينا نشوف انه تستخار لك من اللي كلامه مضبوط اكثر اي يلا قبل فتره انت مراجع دكتور مسوي عمليه لعيونك لعيوني؟ اي قبل فتره انتم راح تعموني يا عيوني بهن مي عيونك بهن مي ورحت للدكتور وسحبهن الك قبل شهر شهر ونص عم ماكو حكى بعيوني وطاني قطره اي هاي المهم رحت للدكتور شو هي هاي الماي اي لا شنو غير سحب لك المي من عيونك ما وين الله يسحب عيونك ان شاء الله هاي شنو هاي حجي صدق تحكي ما ساحب مي اقول لك بس يقول لك ما ساحب مي انطاني قطره اي انطاني قطره زين قبل فتره انت ضيعت لك فلوس مو صحيح لو لا يعني كان الفلوس بالبيت ضامهن ومشيولات من البيت عندك صندقتي بالبيت خلي بيها ملابسك صندقتي من هاي الصندقتي الحديد يعني بهاي اي انت صدقتي مو اي صحيح وقبل فتره راجعت التهواية دكاتره كنت هماتين مريض ما ادري عندك برجلك خدار شاقولوا انا مفسخ مو انت حجي اقول انت كبير بالعمر انت كبير بالعمر ورايح الدكتور تراجعه على رجلك اليسرى راجعته قبل فتره مو يا ابغى اقول ودوني للتفصيخ بعد عليهم شوف انا هو انت شباقي بيك شيخنا هو انت شباقي بيك شنو شباقي يعني هذا الحكي كله انا حكيت لك اياه شو عمك الله محمد وعلي يعني انا كتبت لك شلون عليه ماي ورد انا ادري تدري ولا مثلك شلون عليه ماي ورد موت لي ابو عطبه بضربه قصبه ابو عطبه ولا هاي ماي ورد باع علي باوع باوع هسه مثله بالفتح الخامس كلامهم مثلك هسه يبقى يغني يروح يشوف حياته ايش فيك شو انت تعرب صفحه هنا الاخت تعرب صفحه انا حكيت لك انا حكيت لك قدراته وكلهم صحيح انت شنو رايك ولا كلامهم وقدراتهم اقول لك اقول لك اقول لك ما عليه وينك وينك مطرب لابس دشداشه زيتوني اقعد واسكت اقعد انت زيتوني هذا انت ما تشوف لا لا تسوي شاره لعيونك انت وينك مطرب لابس زيتوني دروح دروح اسكت اقعد تسوي شاره لعيونك اقعد اقعد زين اقعد سمعين صوته مو يقول انا اغني قال اسوي له تشار انا نجمه شيء انت شنو رايك بقدراتهم وبكلامهم مقتنع بي او لا؟ في ناس يعني بس وحده صدق بيها وام عباس صحيح سوي عمليه وهنا الاخت طلعت رجلي وعيني ساحبين ماي مو قلت لي صحيح انا رحت للطبيب؟ رحت للطبيب عيني تحكي طلعنا قطع اي اي يعني رايح للدكتور ومعالج عيونك انتم تظلون بكذبكم هذا؟ ليش احنا ما نكذب على العالم بالعكس هو ما مقتنع بهذا الكلام انت عندك القدره اقول لك شو شنو ما مقتنع جايني شوارب مال عبد الحليم ومجايني ما مقتنع احترم نفسك
شنو ما مقتنع شنو ما مقتنع؟ انت عندك القدره احترم اللي نفسك تثبت انه فعلا عندك قدره انه تسوي هاي الامور وتكشف المستور وهاي الامور. طبعا علاني مو اليوم انت تقيميني سيت رجاء لا تغثيني. انا بقص مره اريد تقولي لي عندك القدره ضيف يقيمك والجمهور هو هم اللي يقيمك. شنو اثبت وجودك. اقول لك شنو انا كهرباء فولتيه عندي القدره رحمه على والديتي. لا ما بيها شيء. انت تقول انا ابو قصبه وعندي قدرات واسوي وافعل بس حكي. عندي القدره كل شيء اسوي. انت اصلا انت تكشف لي ستي ما سوى ذا يتجاوز مو ابنك مسوي عمليه لا حدودك. انت مو كل ساعه اطلع لك حكايه. انت هسه شنو كنت مزين شاربه انا اترخص. ما قلت مزين شاربه لا ما قلت انا لا ما قلت هيك لا ما قلت هيك. احترم نفسك على راسي على راسي على راسي على راسي. الله يخليك مسحب انا الخاطر شتي هناك راح اقول ما اقدر اخرب البرنامج على راسي على راسي على راسي. بس اذا تتجاوز هذا العقال قطع عليك والله على راسي على راسي. قول يا الله حج قول يا الله قول يا الله. دا اقول لك اثبت مجهودك وقدرتك. جيبي لي اي واحد كل ساعه طلع على حكايه. جيبي لي اي واحد يشوف ايش من ابو قصبه حتى انه هو يقتنع وكل الناس تقتنع بكلامه. جيبي لي اي واحد يشوف ايش من هو ابو قصبه. تخليني كل شويه اعيد الكلام. بنتي انت بقد بنتي تعرفين ام عباس انت شنو رايك؟ والله ما اعرف هو ما مقتنع الحج بي زين وهو هسه مشاكله ويا الحج على شنو. من يقتنع انتم بحكيكم هذا؟ ليش حجي؟ من يقتنع؟ ليش؟ يعني انت مثلا فسختوني ساحبين مي من عيوني. انتم ما تقولوا لي شنو فسخناك؟ هاي العالم انتم دمرتوها. الثلاجة فسخناك الثلاجة انتم فسخناك شنو انت سيارة فسختك انا شنو؟ قول يا الله قول يا الله. شيخ شيخ انطيناك براهين اثبت لنا براهين عاد اشوف هسه انطيناك براهين يعني سياسة انت يا ابراهيم انت وبعطبه ما ادري وقصه اقول ابراهيم انا ما اسمع اثبت لنا قدراتك وامورك على مود بنتي ان شاء الله والمشاهدين كلها بسرعه بنتي بنتي انت منفخ جايتني. جيبي لي اي واحد اثبت لك بعد جيبي لي اي واحد اثبت لك شنو قدراتي. جيبي لي اصلحي لي اي واحد اصلحي لي هذا الرجال هذا اصلحي لي هذا. مساء الخير شلون الصحة؟ عيوني احنا قناة زاقروس وعندنا برنامج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويانا؟ والله ما يخالف نشارك. طبعا احب اعرفكم المطرب الريفي عبود العبودي والعالم الروحاني ابو قصبة والمعالجة الروحانية ام عباس. اهلا وسهلا. هسه انا ذولا ما اعرفهم. عمي تعرفني؟ لا والله ما شايفينك. بنتي تعرفيني؟ لا ما اعرف. اوكي اعرفهم اني؟ لا اعرفهم اني؟ ما اعرف. الكل تسمعني ما اعرفهم. تعرفون هاي شو تصير من يمه؟ شو من يمه؟ ما تعرفون شو تصير؟ هسه انا اقول لكم شو تصير من يمه. ارد اثبت لكم اليوم منو هو ابو قصبه. ارد اثبت لان انت مدفوع علي. كلكم مدفوعين علي. انت لا تاشر باصبعك. ايه هذا الرجال شوفونه؟ شو يصير من يمه هاي؟ شو تصير؟ زوجته؟ شنو؟ شنو؟ هاي زوجته؟ عجيب لا لا زوجته لا هاي زوجته هسه يعني هسه قلت لكم شغله ثانيه بس دقيقه فعلا زوجته؟ اي نعم زوجته وحبيبتي وماخذها على سنه اوكي هاي زوجتك الثانيه لو لا؟ اي ثاني حلو زوجتك الثانيه مسجل بيت باسمها لو ما مسجل؟ طبعا اي مسجل وشنو المشكله؟ شنو المشكله؟ مسجل جاب لي سيارتها اوكي سياره قبل كم يوم انت ماخذ لها حاجه باربع دفاتر شنو هاي الحاجه؟ والله انا ما اخذ بس خليها هاي بيناتنا ما نقدر ها خليها بيناتنا. احكي الصراحه ستي ناس لا اصير مكروه وكذاب ودجال. لا احكي الصراحه بس بالمعقول بالمعقول احكي الصراحه. عمي انت مسوي لك سحر وبطنك منفوخه وزوجتك الثانيه هي اللي مسويت لك السحر. لا رجاءا بلا هالحكي. لا شوف اني اليوم رجاءا ها زين ماكو سحر رجاءا بلا تسوي مشاكل بيني وبينك رجاءا عيب الدفعين عيب عيب احترمي زين خلص سد الموضوع. انا مو قصر مشاكل بيناتهم اي على مو قصر مشاكل احنا بس احكي وياك كلمه بس احكي وياك كلمه. خطيه ابنه دايح بالشوارع خليه بالكليه بس هاي اقول لك اياها. المدارس الحكوميه ضاله اول شيء. عمي ثاني شيء احنا مو مانعين ابنه يدخل كليه اوكي؟ هاي عمي اذا على ابني انا بالنسبه لي اريده يروح بالكليات الحكوميه. عمي
اذا ظلت هاي زوجتي وعلى على يعني عمي على اذا ظليت هيك اذا ظليت هيك بعد سنه ترى حتموت لان هاي بطنك كلها سحر راح يموت هذا سد الموضوع عيني. شكرا جزيلا عمي انت مسحور مسحور اوفي هاي شنو هذا بقى منفوخه هذا راح تموته من السحوره حتى انت مسحور باب عيونك باوي كلش شنو رايكم عباس بكلامه وبقدرته والله انا ما عندي مصداقيه بيه اصلا اقول له شفت ما تعرفين تحكي شنو ما عندي بيه مصداقيه بس هو حكى اشياء فعلا موجوده مو سوى مشكله ويا العالم وراحت العالم بس هو حكى اشياء وراحوا ابو قصبه حقاني ما يعرف يكذب عندك قدره انه انت مثله الحمد لله والشكر انا عندي قدرات انا عباس معروفه علاقتها صرت واصل بكل الدول العالم بل هي مولده عندها قدره الحمد لله والشكر حجي بكل الدول بكل الدول ام عباس انا معروفه ام عباس ما سامع بي عليلي فلك الفلكش زين إيه؟ انا ام عباس الدنيا والعالم كلها تجي يمي زين الله ما ادري تمام يعني انت تقدرين مثل ما ابو قصبه اخذ للعالم وهو لا يعرفه وناس مستطرقه واثبت نقول وجهه من نظر النظريه تقدرين انت همينه انا عندي قدرات وكل شيء اثبت زين شنو رايك هنا الاخت هي سحاره بتشتغل على السحر وعلى الشعوذه انت قبل شويه انا ما مستغله انت قبل شويه قلت السحر والشعوذه انا اتخبر من السحر اتخبر من السحر والشعوذه انت سحاره وشعوذه وتشتغلين على 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 الشعوذه وتجيبين تجيبين تشتغل تجيبين هذا الجني تشتغلين عليه انا اشتغل على الروحانيات عندي اثنين هسه اذا اخليهم علي مسكتين وكل شيء ما يفتهمون اللي عندك كل شيء كاف كاف هسه اضرب الجني هسه راح اشمر عليه جني بس اشمر على الجني خليك هنا ترحصين هنا خليك هيك ترحصين هيك هيك يلا بالله شوفني هيك هيك اقول لك يا الله قمت تخيط وتبيض انا ادري شنو خيط وتبيض شو انت ما ادري شلون تحكي ما ادري شلون السالف شو باب احنا مو مشعوذين باب انا روحاني مو مشعوذ عندي جني فقير من صخرة على واحد ادزه ما عندي جني مشعوذ اكو جني مشعوذ واكو جني خوش ولد انت هاي ما تعرف فيها واحد زين واحد مو هسه من نرد ادز لك جني ادز لك الخوش ولد انا ما ايد انا بالعكس انا ضده حجي هم مشعوذين حجي انا ضده خلنا احكي لك سالفه فد يوم من الايام جتني وحده خطيه مطلقه رجلها عايفها زين وفد نوب متعبها ومتعب امورها كلش ما يريدها يصيح ما اريدها هيك دين هيك يمين ما اريدها انطيتها انا شغله شالتها ورجعت لي حضنتني وظلت تبوس بدي وبرجلي الله يوفقك مع عباس رجعتيني إلي الله ينطيك العافية مع عباس رجعتيني إلي وهديت الأمور وخليتها ترجع يعني تحليت مشكلتهم وهواي عالم تجيني يجيني طفل مريضة عالجي تجيني مريضة عالجها تجيني وحدة داخل بيها جين داخل المغرب تسبح بالحمام أطلع من عدها وعالجها والحمد لله والشكر قدراتي معروفة هاي الناس أصلوا مطلة بالشوارع بيها جين انت اللي طيبينهم؟ اي طبعا والله عم هذا اي واحد يجينا انا عالجه يعني وانا معروفه بالسلف كله وبالمنطقه وبالدنيا وبالدول العالم كلها معروفه برهليلي الي برهليلي حلو كلامك قلت لك انت كنت مريض قلت لك كنت مريض وعالجت روحك تقدرين تثبتين هذا الشيء وقبل فتره اي اثبت لي قبل فتره انت مو مبيوق فلوس من البيت قلت لك وطلعت لك اياها لو لا والله هاي نقول يجوز الجهال اخذوا من عندهم بالبيت سويت عمليه لعيونك ورحت للدكتور يا عمليه اسكت اسكت حج اسكت لا تعيد الكلام مرتين وثلاثه انت سويت عمليه وفشلت لعيونك فشلت العمليه مال عيونك ما سوى عمليه اقول لك اسكت حج ما سوى عمليه اسكت اسكت لا تعيد رحت الكلام الدكتور طعنا قطره زين اي طاقه قطره اذا انت رحت للدكتور ساحبين مي لا عيونك شبين غير مليانه مي تقولين رجلي والله عمي ما ادري انت ابو عطبه مثل اقول لك بابا لا ضل تقول ابو عطبه شنو ابو عطبه هو نار ومعطب لا ضل تستهزئ بي نفسك لا تقول ابو عطبه انت باوع شيخ انت ستينات يعني شيخ يعني برنامج انت جبتي لي ناس ما يسوون المطابين انا صوتي جيت ببرنامج ما يليق بي ما يليق ابو قصبه ما يخالف ما يصير لازم هاي لعبه نفس الطف من هيك ام عباس نرجع نحكي اني خليني اروح انا خليني اروح يا عيني كل شيء اريد اطفر ما
لا داعي هاي كلها، هسه احنا بدنا نحكي شوي المره مثل ما اعطيناك لك انت مساحه ووقت انه تبين لنا انه عندك امكانيه، المره هم يعني لازم نفس الكلام. خلي ضيوفك يحترمون نفسهم. انت بدك تتعدى على الضيوف فممكن تحكي انا اعطيت براهين وثبتت براهيني. مي خالف انت هسه عندك امكانيه تثبتين للرجل والي وللمشاهدين كلهم. ان شاء الله هسه اي واحد يشوفي مستطرق بالشارع خليجي انا اثبت له برهان وانطيه بيده برهان يعني. اعطيني برهان. شوف هاي البنوته الحلوه اللي جت تصيح عليها، خلي تجي انا اكشف عليها. من رخصتك؟ شلونك شو اخبارك؟ يا اهلا وسهلا. اي بالضبط. زين اوكي اوكي ما عندنا مشكله، بس خلينا نتفاهم انا وياك. احنا هسه حنوقف الكاميرات ودا اريد يعني اسالك شيء نفد نقاش بسيط. شنو رايك بام عباس السحاره؟ والله فد شيء هاي المعروف عنها يعني سامعه عنها كل طبعا شبارة. اكيد اكو واحد ما يعرفها بيها؟ اكيد انا محتاجه شيء. تعالي بنيتي تعالي انا خلنا نكشف عليك. اهلا وسهلا. ترى انا ام عباس وكل العالم تعرفني ومضروب بي المثل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. تفضلي ماما تفضلي. تفضلي حبيبتي. شكرا. تفضلي. انت مهمومه ومصدومه صار لك فتره. اي والله صح. هسه انا راح اقول لك التشبيك. قبل فتره زوجك متعارك وياك وصايره مشكله. راح اشوف لك شكو ماكو بيك. راح اكشف لك. خلنا بخرج اول شيء. قبل فتره متعاركه ويا زوجك انت اربع مرات مطلعتي من البيت. صحيح. زين. وقبل يعني قبل ايام متعاركتوا على مود نساء اثنين. صحيح. هو كل شيء يأذيني ويضربك وياخذ لنا هدايا صح كلامها. الحمد لله والشكر. حبيبتي هذا زوجي مصاحب عليك ثلاث نسوان. صحيح. وحده منا قاربكم. زين ما تعرفين اسمها؟ ما اعرف اسمها بس اثنين بعيدات علي بس هو تمسك بهاي من القرايب. لا تمسك بيها. خلي بدون اسماء حتى لا تصير مشاكل. انا ما اقدر اقول لك الاسم. زين. وراح ترحيل للبيت. ترحيل للبيت. زين. هو دائما وين يخلي فلوسه؟ بالكنتور جوا الملابس. بس انا دائما انظف ما القي شيء. لا هسه من ترحي للكنتور مالته تلقين من يوني انا مخليهن جوا التيشيرت الاسود. اكو تيشيرت اسود قلبين تيشيرتات مالته جواها تلقين مليونين. زين تروحين تجيبي ليان وانا انطيك حرز تشيلينه وتلصمي لصم بعد. طيب. ما يحكي وياك. انا اريد اسوي له فد شيء لانه كل شيء يعني شو اسوي له؟ شو تريدين مثلا اكسره الك لو اموتك؟ شنو الفائده تكسري؟ هم يبقى يدز هدايا وشي. لا اريد تموتي. يعني اموتك تريد؟ حبيبتي على عادة عادة اموتك الها عادة ما شو لعدت شلون معالجه روحانيه؟ على مود تستلم راتب التقاعد ايش بيك؟ حتى اطلع اسافر انا واطفالي. ماكو شيء منطق حبيبتي. لا حبيبتي. ماكو شيء منطق. شلون جاي تشكي وتبكي من عندك؟ انا ما اريد كل شيء. طيبينها لو تقولي لها اريد اموت رجلك. حجي انا اريد اتدخل. انت مالك علاقه. تريد تموتين؟ هي تريد تموتي. حبيبتي روحي هسه اخذي رقمي سجلي يمك. سجلي رقمي يمك 0777254582. تروحين تجيبين الفلوس وتجين وانا راح اشتغل لك بهذا العمل. طيب. اكمله وتجين ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله وياك. مع السلامه. شنو رايك؟ يعني انت شغلك لله لو تقولي لها جيبي لي المليونين. انا عالج السحر هاي مأديها رجلها حد. ايه؟ زين. يعني انت هسه تساعدينها لو تنهبينها بالفلوس؟ لا ساعدتها انا. ها؟ انا اخذ كل دفاتر من العالم انا ايش ماخذه من عندها هن كله مليونين. يا حجي شنو رايك شيخنا بهذا الكلام؟ انا ما ادري ليه هي متضرره. اكسر واسوي شوف راي انا اللي عتب على قناتكم. ليش؟ لانه جبتوا هيك نماذج تقالوا يا ابو قصبه. ام عباس أبو اسم ابو قصبه الكل تعرفونه هو ابو قصبه. ابو قصبه العالم الروحاني من جيبين وياي نماذج سحاره ودجله. اول شيء انا معالجه روحانيه. زين وانا ام عباس مضروب بي المثل والعالم كلها تعرفني. كل شيء بتفتهمين. كلها دول العالم انتي تعرفني. انت يا جن اعطيتي حضور هنا من قريتي علي قولي لي. انا عندي اثنين هسه عوف الادتين. عوف الادتين. يقلبون الوجه القلب. هاي النظارات انا عندي 100 نظارات تعب استكان. انا عندي 100. اسمعيني بابا اسمعيني 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 من نحكي وياك احكي بهدوء وباسترخاء. واسمعيني بنتي هي شلون تحكي؟ ليش تحكي سرع؟ لان خايفه. خايفه من شنو؟ خايفه من ابو قصبه. بابا اسمعيني. ايه ابو قصبه خوفني. انت هسه انت يا جن بابا طمجال خلينا نحكي.
انت هسه يا جنة يا حضر شنو ولي امري كل ما اريد احكي خلنا نحكي بابا بداكي خلنا نحكي خلنا نحكي وقف التصوير رجاء بابا على يا جنة هسه حضرتيها البنية ما قانع بي ولا بي قريتها على البنية عندها تابعة مالك علاقة شفت البنية ايش بيها زوجتها مضوجتها بابا البنية عندها تابعة ما عندها البنية عندها صداع براسها من ورا التابعة مو بكيفش انت مو بكيفش انت ما تعرفين بابا راح تموتي العالم اخي هسه احنا شنو وصلنا لسوالفكم انتم هاي البايخة انت البايخ لا تقول بايخ عيب عيب لا تقول بايخ لا تقول بايخ احترم نفسك لا تقول بايخ احترم نفسك انت احترم نفسك انت احترم نفسك انت احترم نفسك انت احترم نفسك لك اخ لك اخ لك لك ها لك وانتي انت لك اخ انت لك وقف لك اخ لك وقف انت ها افتهمت هاي على كيفك مجبر بويا 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 تقشمر العالم بويا تقشمر العالم بويا تقشمر العالم على كيفك عجز سلام عليكم يضربني بويا تقشمر العالم بويا بويا يمك اخ بويا تقشمر العالم بويا تعال انت تعال بويا تضربني بويا هاي هاي بويا هاي بويا تقشمر العالم بويا تضربني بويا عجز بويا تقشمر العالم بويا ها اطقني وين عمامي يما ولك يا قشمرك فوق لك عذاب الاخر لك والله عذاب الاخر معود على التوالي تعطيني مجال اخ بويا تعطيني مجال اخ يا معود والله توالي انت سوى انا ذيك الكاميرا الخفيه السلام عليكم سمعونا صفقه للفنان عرفتني لو لا أخ. نورتنا نورتنا اليوم فرجت قلبي فيهم ساكوني عقيدي لا العبيد انا جايبني الفنان جايبني لا انا ما زعلان انا استاذ مجمع ضرب الله مجمع ضرب نلغي الحلقه اوكي بس خلينا نحكي تعال تعال حبيبي تعال ما يصير حد شلونك استريح الله يساعدك استريح قام يرجف الرجال جيبوا لنا ماي اشرب عصير شلونك شخبارك عفوي 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 اشرب عصير شوي اشرب ارتاح سمعونا صفقة للفنان الريفي الصوت الجميل عبود العبودي شبابنا زمان على الفنانين وينهم خلنا نقوم شلونك حبيبي شخبارك شلوني بعد فحطتني تضربني هيجي وانا اخوك وصاحبك شلونك يا شلوني بعد عطب الله عليك حبيب القلب انت صديق كذي فناننا الغالي يا عمي ها حجي يموت على النسوان زحف انا ادري شفتوا ويانا بمقلب الزملاء الفنانين عبير ممثله ويانا ابو محمد ممثل ويانا عبير ممثله ويانا الزميله ايناس خابرتك وقالت لك والله انت ها قالت لك اريدك لقاء ما قالت لي اي لقاء تلفزيوني نحكي على التفاصيل جبتي لي هاي الناس يا عمي ما ادري شلون استاذ اقول لك عندي خوش خرزه بابا ها شوف هاي الخرزه هاي مال محبه غير ضربني ضربي هاي مال محبه تفيدك تفيدني غير تسويني استاذ استاذ حبيبي الغالي ما عندنا وقت نريد نختم الحلقه احنا اليوم يعني نحب نوعي الناس استغفر الله يا رب استاذ نحب نوعي الناس نقول لهم انه لا تراجعون السحاره لا تروحون للدجله انت من يوم ليوم راجع سحار امانك الله عمي ما مراجع سحار بس لا. احنا هاي الشباب كل ما يريد يحب له وحده وما ادري شلون وراح على هالناس مثل هيك الناس قطوع عظم الهدهد وما ادري شلون هاي يعني رايه ما 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 راحت شوي شوي لا لا ما رايع انا جاي اسمع لا شو عرفك بعظم الهدهد شو عرفك ما جاي احنا نشوف منو اللي يقشمرهم اللي يقشمرهم هم مثل ذولا صح اليوم شو تقول اليوم انت عندك جمهور يتابعك طبعا الفنان عبود العبودي هو من جيل ياس خضر من جيل حسين نعمه منو بعد بجيلك رياض احمد رياض احمد فرج وهاب فرج وهاب يونس العبودي رعد الناصري تحياتي لهم يونس العبودي رعد الناصري كل ذول العمالقه اساطير الفن العراقي هم زملاء من جيل واحد زملاء الفنان عبود فناننا الغالي نعرض الحلقه لو لا والله الحلقه حلوه بصراحه نعرض لو لا بكيفك لو نلغيها لا لا ولا يهمك لا لا عرضوها حتى شنو شبابنا ها شبابنا ما يستوعب هاي الشغلات أوكي. بس انا شو اقول علي اللي شلون نقول مثلا يقول اي يلا مرات 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 هل بت لك يوم على الدرب مرات هل بت لك يوم يا كلاك على الدرب مرات ما ذكرك بالليالي شلون الله
بويا مرات مرات انت مو مره الخنت وياي مرات مرات وهم الك امل بعد تتصل بيا يعودا 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 يتوني واشوفك ضيم قلبي هو شفت الضيم علي بالعقال شكرا لك فنانة شكرا للزميلة إيناس شكرا للمصور الأبطال شكرا للمخرج شكرا للإضاءة شكرا للكل انتظرونا باكر بحلقة جديدة من برنامج سحر توني في أمان الله.